تحية طيبة لكل متابعي قناة أسرار الزراعة والنبات. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم زراعة بعض أنواع النباتات المتدلية، وبطبيعة الحال غادا تكون مزروعة في أسس معلقة، فتابعوا الفيديو حتى الآخر، وبحال ديما ما تنسوش تعليق محفز والضغط على زر الإعجاب. اذا نبداو على بركة الله باول شيء اللي هو احداث ثقوب اسفل الاصيص باش يخرج الماء ديال السقي من الفتحات، وبالتالي ما تعفنش العروق ديال النبتة في هذا الفاز اللي غنديروا فيه هذا النوع هذا ديال التراديسكانتيا. هذه الخضره هذه المكحله، راه هي هذه نيت اللي مدليه في الارض. هذا النوع هذا نختاروه، وغادي نديروا هذه حتى هي تدير شي وريضات زوينين. ها هي تاهي نجيبوها نحطوها هنا، وغادي نديرو هادو تا هما هاد السبايدر كلوروفيتون. ناخدو هاد الجوج، ومر عندي منهم بزاف نسالين في الاكشار ديالهم. بالنسبه للتراب غنخدم بلا تورب كما كتشوفوا، حيت خفيف لان الفيزان بغيتهمش يكونوا ثقال، و تيبقى فازق محافظ على الرطوبه، وما غنبقاش نسقي ديما. هذا الفاز غندير فيه واحد النوع ديال الرجله اللي هي البوربي، غادي نقربها باش يبان لكم مزيان. وهذا النوع تيدير النواره بالوان مختلفه، هذا اللي عندي كيعطي نواره في الصفر. نفس العمليه غندير مع نبات العنكبوت كلوروفيتوم، حتى هو من النباتات المتدليه فيه منظر زوين، خاصه ملي تيطلق العناقيد المزهره اللي من بعد كتحول لنبته جديده. ويمكن لكم تعرفوا عليه معلومات اكثر من خلال فيديو سابق على القناه ديالي. وهذه تراديسكانتيا، الاكثار ديالها ساهل بواسطه تجدير في الماء كما كتشوفوا، تتبقى خضراء طول العام وتتكبر وتعمر دغيا وسهله في الرعايه ديالها. وداكشي علاش اختاريتها لهذا النوع ديال الفيزان، لاني كنتوقع غتعطيني نتيجه كتفرح. وبصراحه كنتمنى تنتشر ثقافه الزراعه المنزليه عند الناس، بلي زوينه انا تنلقى راحتي فيها سيرتو مع ستريس اللي ولينا تنعيشو والضغوطات الحياه اليوميه. فلا جربتو تزرعو في ديوركم اكيد غتحسو بواحد المتعه كبيره.